نتابع الآن هذه الصور. طبعا بالتزامن مع عمليات إحراق البساتين تجري هذه العمليات طبعا على المزروعات في مناطق حزام بغداد أو في محافظات عراقية أخرى. قوة تابعة للفرقة السابعة في الجيش الحكومي جرفت بساتين نخيل بمساحة 3 دونمات زراعية تحتوي على 250 نخلة في قرية الدولية الشرقية في الدولاب التابعة لناحية البغدادي غربية محافظة الأنبار. طبعا هذا الكلام كان في أول أيام عيد الفطر المبارك بحجة تعرض نقطة تابعة لطوارئ الفوج الثالث إلى عملية إطلاق نار.